السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الإطار التنسيقي اجتماع يبحث الفصل بين السلطات والالتزام بالمقررات والمعاهدات الدولية. المحاكاة الانتخابية رسائل الأمان لاستحقاق المحلية ودعوة لمشاركة جماهيرية. حياكم الله مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام، وفيها يواصل الإطار التنسيقي النواة الأساس للحكومة الحالية عقد اجتماعاته الدورية لدعم ركائز الاستقرار في العملية السياسية ومخرجات إضافية لتحفيز عملية البناء ورسم أو ردم هوة السنوات الماضية التي كانت نتاج التباعد بين مختلف الأطياف المشكلة للمشهد بعد عام 2003. على طاولة الإطار هذه المرة تأكيد على العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات، لا تقاطع بل يعني تكامل الأدوار سيكون حاضرا، والتزام البلاد بالمعاهدات والمقررات الدولية، وكذلك استعراض ما تحقق في جولة رئيس الوزراء الخارجية وانتهاء بتحفيز المواطنين بغية المشاركة الجماهيرية في استحقاق المحلية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصادنا لهذه الليلة، فراح نتحدث عن نجاح المحاكاة الانتخابية الثانية وسلامة الأجهزة الفنية من أي مشاكل تقنية وتخطي المشكلات، فإن ذلك يعد مدخلا انتخابيا وشفافية عادلة. فالجوانب الإجرائية لا تقل أهمية وإلحاحا عن الجوانب القانونية والرقابية لضمان ديمومة نزاهتها وصولا إلى يوم الانتخاب، فضلا عن أن هذا النجاح يعد رسالة أمال الناخبين، وهو ما يبدد الآثار السلبية التي تركتها الانتخابات البرلمانية السابقة، وهو أيضا ما يعد عنصرا سيزيد من الرغبة الشعبية في التوجه نحو صناديق الاختراع. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة المباشرة من حصاد الأيام، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور عائد الهلالي السياسي المستقل ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك دكتور. حياكم الله. حياكم الله. وكذلك ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية من محافظة البصرة الفيحاء الشيخ هاتف الساعدي عضو مجلس النواب العراقي، حياكم الله ضيوفا أكارم. دكتور عائد، لما نتحدث عن عقد الإطار التنسيقي اجتماع على المستوى القيادي وبحضور رئيس مجلس الوزراء خصوصا بعد عودته من اجتماع الجمعية، ما هي أبرز مخرجات هذا الاجتماع ولا سيما وأن الإطار هو المشكل لهذه الحكومة؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أستاذ أحمد وللضيف الكريم ولقناتكم المقررة المشاهدين الأعزاء. حياكم. بكل تأكيد الفترة الحالية شهدت يعني هنالك استقرار سياسي غير مسبوق في الوضع الداخلي العراقي، وكذلك إقبال أممي كبير دولي على العراق للدخول إلى الأرض العراقية للمشاركة في برامج ومشاريع التنمية التي أطلقتها الحكومة العراقية. هذا لم يأتي من فراغ، هذا كان هنالك استقرار سياسي واستقرار أمني يفضي إلى أن يكون هنالك نقطة جاذبة للاستثمار، وهذه أحد مرتكزات الاستثمار أن يكون هنالك استقرار من أجل قدوم الشركات العالمية للمساهمة والمشاركة في عمليات الإعمار والبناء. فبكل تأكيد ما تحقق خلال الأيام الماضية، السيد السوداني ملزم بأن يعرض مخرجات لقاءاته ومخرجات زيارته إلى نيويورك
على الإطار التنسيقي، وبكل تأكيد الإطار التنسيقي يعرض على تحالف إدارة الدولة، وهذا يشكل يعني فهم جديد في السياسة العراقية أن هنالك عملية تشاركية ما بين دولة رئيس الوزراء والفريق الذي يقف خلفه والذي أنتج حكومة السيد محمد الشيع السوداني. بكل تأكيد الاجتماع أكد على أن يكون هنالك احترام للقرارات والمواثيق والقوانين الدولية والاتفاقيات التي التزم بها العراق مع جميع دول العالم، وبالأخص لدينا مشكلة الآن حاصلة على مستوى المنطقة اللي هي مشكلة العراق مع دولة الكويت في قضية ترسيم الحدود، وأن يغلب الجانب العقلي أو العقلاني عفوا على الجانب الانفعالي. هنالك حراك شعبي كبير جدا، بكل تأكيد الحراك الشعبي يندفع بعواطف، هذه العواطف تأتي أنه ما عنده صورة كاملة عن مجريات الأحداث والاتفاقيات التي عقدت، فبكل تأكيد هنالك جهة يجب أن توضح هذا الموضوع. وأعتقد أنه الإطار التنسيقي يسعى إلى دعم الاستقرار ويسعى إلى تمتين العلاقات مع دول الجوار، لأن حقيقة العراق ما عاد اللاعب المشاغب في المنطقة. العراق اليوم ذاهب باتجاه دولة مقبولة عالميا ومقبولة إقليميا، وهذا يعني تجسد بشكل واضح كدخوله في تقريب وجهات النظر ما بين العربية السعودية والجمهورية الإسلامية، وكذلك الجمهورية الإسلامية من جهة ومصر والأردن. وأعتقد أن هنالك الكثير من الفرص التي من الممكن أن يدخل فيها العراق كلاعب وكفاعل إيجابي لصناعة منطقة هادئة ومستقرة. لا نريد أن نعود إلى الحقبة الماضية وأن نتعامل مع الأمور بعنتريات ويكون هنالك لغة تغليب للغة العنف على لغة السلام ولغة التفاهم. تبقى المنطقة يعني نتأثر بها بشكل كبير جدا سلبا وإيجابا. طيب اسمح لي دكتور عائد أن أرحب بجناب الشيخ هاتف الساعدي عضو مجلس النواب، حياكم الله شيخنا. يتحدث الدكتور عائد الهلالي عن الاجتماع الذي عقد في الإطار التنسيقي على مستوى القيادات، وأن هذا الاجتماع قد ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية. نتحدث اليوم عن مشاريع الخدمة الوطنية اللي تعكف عليها حكومة الخدمات واللي أنجزتها بوتيرة متصاعدة، ما هو تقييمك لهذه الإنجازات وما نوقش في الاجتماع؟ تحية طيبة لقناتكم ولضيفكم الكريم. في الحقيقة أنا أؤيد كلام الأخ الأستاذ بأن هذه الحكومة لحد الآن حققت إنجازات كبيرة وإنجازات واضحة للعيان، وكذلك خلقت نوع من الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني الملحوظ على مستوى العراق، وبالتالي أعتقد أن البيئة الآن مهيئة وكاملة لغرض البدء في تطوير البنى التحتية والمشاريع الكبيرة التي تؤدي إلى النهوض بواقع المجتمع العراقي، وكذلك تغيير على مستوى كبير، خصوصا أن الفترة السابقة التي حقيقة منذ احتلال داعش لبعض الأراضي العراقية توقفت المشاريع بصورة كبيرة، وبالتالي أعتقد أن الأرضية مهيئة، وهذه الحكومة جادة من خلال الحزمة الأخيرة التي أطلقها السيد السوداني لمجموعة من المشاريع الكبيرة في محافظة بغداد وعلى مستوى المحافظات. أيضا أدعو من خلالكم ومن خلال قناتكم إلى إطلاق التمويل للمحافظات، وذلك لحد الآن الحقيقة رغم أنه إقرار الموازنة والتعليمات وصلت إلى الوزارات، ولكن لحد الآن لم يطلق التمويل الخاص بالمحافظات، وذلك لغرض الاستمرار بالمشاريع المستمرة وأيضا إطلاق المشاريع الجديدة التي يحتاجها المواطن العراقي، وبالتالي تنعكس بصورة إيجابية على أداء الحكومة وعلى أداء المحافظات. المواطن العراقي البسيط بحاجة إلى المشاريع الكبيرة في مجال البنى التحتية، في مجال الكهرباء، في مجال المياه الصالحة للاستهلاك البشري. بالتأكيد نحول على هذه الحكومة، وذلك بسبب الخطوات الجادة التي قامت بها السيد السوداني. أعتقد أنه وضع يده على الكثير من النقاط المهمة والمفاصل المهمة في الدولة العراقية التي قد تؤدي بالتالي إلى نشوء نوع من العلاقة والثقة ما بين الحكومة وبين المواطن العراقي، وهذا ما نحتاجه. تقديم الخدمات للمواطن العراقي البسيط أمر أساسي وضروري مهم لغرض تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في هذا البلد. طيب دكتور عائد، ما يتفضل به الشيخ هاتف الساعدي يعني
يقودنا إلى ما تم تداوله في ذات الاجتماع من دعوة المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية، وهذا ما سيؤدي بطبيعة الحال لاستكمال المشاريع الخدمية في كل محافظة. ونعلم أن الانتخابات المحلية ربما تظهر فوائدها ووظائفها في المحافظات حتى أكثر من بغداد. أستاذ أحمد، حقيقة هنالك فهم غير واضح بالنسبة للمواطن العراقي أو تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي من أن المواطن العراقي عازف عن الذهاب إلى المفوضية أو المشاركة في الانتخابات. نعم. حقيقة وحسب إحصائيات المفوضية هنالك أكثر من 1.5 مليون تقريبا من حدثوا بطاقاتهم الانتخابية، وأكثر من هذا العدد من دخلوا حديثا إلى الجو السياسي، فبكل تأكيد هذا رقم كبير جدا. أضف إلى ذلك إذا أريد نتحدث عن المخرجات التي حصلت نتيجة الانتخابات الماضية، فنشوف الكتل السياسية لديها أرقام كبيرة، فعملية عدم المشاركة والعزوف هذا موضوع ما أعتقد أنه واقعي أو منطقي. كذلك الدعوة إلى المشاركة من قبل الإطار التنسيقي، هذا شيء يعني يحسب للإطار التنسيقي، نريد أن تكون هنالك يعني إقبال على العملية الانتخابية، نريد أن يكون هنالك تفاعل ومشاركة. بكل تأكيد المواطن عندما يدلو بصوته فإنه يصبح شريك في صناعة القرار السياسي ورسم السياسات العامة للدولة، له الحق في ذلك. فبكل تأكيد اليوم احنا نحتاج الى ان يكون هنالك اقبال كبير على الانتخابات، لكن لا يعني انه هذه الدعوة هي انه لا يوجد هنالك اقبال حاليا، لا موجود الاقبال، وهذا كما تحدث من المفوضية قالت انه العدد كبير جدا والامور ذاهبة باتجاه جيد. يعني احنا نريد نتحدث عن قضية اخرى، الا وهي انه البعض يتمنى ويعني يرغب في عدم إقامة الانتخابات، لأن شفنا أنه دولة رئيس الوزراء البارحة بحضوره إلى المحاكاة بعث برسائل كثيرة جدا إلى الشركاء السياسيين ويعني المجتمع الدولي أنه العملية الانتخابية ماضية إن شاء الله وستمر بسلاسة وأمان، وأعتقد أن هنالك تقنيات حديثة جدا سوف تستخدم في العملية الانتخابية، فهذا أيضا يبعث برسائل اطمئنان للمواطن العراقي، تدفع المواطن العراقي للمشاركة عندما تكون هنالك كاميرات في كل محطة انتخابية تراقب بشكل دقيق جدا ما يجري في المحطة الانتخابية وتبعث بصورها إلى الجهات المختصة، كذلك الشركات الفاحصة ومتانة ورصانة هذه الشركات، إضافة إلى أن هنالك شركات أيضا كورية دخلت على الخط، فهذه كلها رسائل إيجابية سوف تدفع كما قلنا بالمواطن للذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأنه يعتقد إن شاء الله أن العملية لربما سوف تكون شفافة أكثر من العمليات السابقة، وأنه لا يوجد تدخل كما كان يحصل في الانتخابات، وأن هنالك سلاح منفلت من الممكن أن يؤثر على سير العملية الانتخابية ويؤثر على النتائج بشكل كبير جدا. فهذه الأمور بكل تأكيد نحن نحتاج لها خصوصا في الوقت الحالي من أجل أن نعبئ الوضع باتجاه انتخابات تكون مرضي عليها ومقبولة دوليا، خصوصا أن هنالك منظمات كثيرة جدا والمجتمع الدولي سوف يكون حاضر في هذه الانتخابات. فبكل تأكيد نحتاج إلى أن تتكاتف الجهود وتتضافر من أجل إخراج العملية الانتخابية بالشكل اللائق والمقبول إن شاء الله. طيب شيخ هاتف، نتحدث أيضا عما جرى في هذا الاجتماع، حيث شدد المجتمعون على ضرورة العمل على مبدأ فصل السلطات أو الفصل بين السلطات، وأيضا احترام قرارات هذه السلطات والتأكيد على التزام العراق بالمعاهدات الدولية. وهذا يقودنا مرة إلى أقليم كردستان والمعاهدات وقرارات المحكمة الاتحادية النافذة على الأقليم وتركيا، ومرة يقودنا إلى البصرة وخور عبد الله، ميناء الفا، وغيرها من هذه المعاهدات الدولية. ما هي المشاكل التي تعانيها البصرة لو لم يتم سلوك أو السير في هذه المسارات التي تناقشت الحكومة في اجتماع الجمعية؟ بالحقيقة قضية خور عبد الله يعني تحظى باهتمام كبير، يعني تعرف الاتفاقية كانت هنالك سلسلة من المفاوضات منذ عام 2012، وبالتالي البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي تم التصديق على الاتفاقية في عام 2013، 10 سنوات مرت على اتفاقية خور عبد الله،
لم يكن هنالك أي طعن. في الفترة الأخيرة قام بعض الأخوة النواب بالطعن بهذه الاتفاقية، والمحكمة الاتحادية حقيقة أيدت هذا الطعن من الناحية الشكلية بأن الاتفاقيات تحتاج إلى تصويت أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، وهذه نقطة مهمة، وبالتالي الاتفاقية غير نافذة وغير صحيحة من الناحية الشكلية. المحكمة الاتحادية قضت بذلك. هذا الأمر يعني حقيقة سلاح ذو حدين، سلاح إيجابي وذلك في الحفاظ على الحدود العراقية، على الأراضي العراقية، عدم انتهاك السيادة العراقية من ناحية، ووجود سلطة رقابية وسلطة فعلية تراقب هذه الاتفاقيات المعادات من الناحية الأخرى، قد يعني حقيقة يكون مضر بالعراق، وذلك من خلال خلق نوع من عدم المصداقية، من يعني اتفاقية توقع بعد 10 سنوات يأتي قرار بنقضها، وبالتالي المعيار الأساسي في مصداقية الدول وفي مدى عمقها وثقلها السياسي هو مدى التزامها بالالتزامات الدولية. وبالتالي نرى أنه اليوم حقيقة حتى احنا نكون واضحين، الكويت دولة صغيرة ولكنها دولة كبيرة من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية السياسية، وبالتالي دول مجلس التعاون الخليجي الآن تقف إلى جانبها، الولايات المتحدة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي أيضا كان حاضر في الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي، بريطانيا أيضا دخلت على الخط، الكل دعا العراق للالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهذا أمر خطير وأمر ذو حدين. الحقيقة اليوم احنا يعني ألتمس أنه هنالك نوع السلطة التنفيذية، هنالك نوع من الحرج قد وقعت فيه بسبب قرار المحكمة الاتحادية، وأنا أعتقد يعني عندي من المعلومات ما يؤكد أنه السلطة التنفيذية قد تذهب باتجاه عدم تطبيق قانون قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وذلك لأنه العراق لا بد من أن يعزز ثقله ودوره الدبلوماسي. الزيارة الأخيرة للسيد السوداني إلى نيويورك كانت ضرورية ومهمة جدا من أجل إعطاء صورة واضحة عن صورة العراق، عن نشاطات العراق، عن دبلوماسية العراق، أنه اليوم العراق وضع متغير، وضع جديد، نظام سياسي يختلف عن النظام البعثي السابق، وبالتالي السلطة التنفيذية أعتقد أنها قد تذهب باتجاه عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، خصوصا أنه ائتلاف إدارة الدولة هنالك نوع من الاختلاف في بعض المكونات، وبالتالي يعني قد يعطي انطباع أنه العراق غير ملتزم بالاتفاقيات والمعاهد الدولية. هذا الأمر لا يعني أنه التفريط بالأراضي العراقية وبالحدود العراقية. أنا أدعو كل الساس العراقيين إلى الالتزام بقضية الحدود العراقية والأراضي العراقية والسيادة العراقية وعدم التهاون في هذا المجال، وإلا يعني ماذا نقول للأجيال القادمة إذا ما فرطنا بالحدود العراقية؟ الخوار عبد الله يعني أعطيك فدنوبة، إحنا اليوم في البصرة سيد العزيز، البصرة الإطلالة البحرية الوحيدة للعراق، وبالتالي هنالك نوع من التآمر أو الاستهداف الممنهج في سبيل خنق العراق اقتصاديا والتضييق عليه من الناحية البحرية، وذلك من خلال ميناء مبارك السابق واتفاقية خور عبد الله التي شابها بعض الفساد، وذلك على يعني شيء معروف أنه الوفود التي ذهبت والتي فاوضت والتي وقعت كانت هنالك نوع من التهاون والتغاضي فيما يخص حدود العراق البحرية. الحدود البرية موقع عليها العراق، ولكن الحدود البحرية من الناحية الدولية لحد الآن العراق والكويت لم يتفقا على حدود بحرية مستمرة. وبالتالي أنا كنائب في الحقيقة أنا أدعو كل النواب المستقلين الذين لديهم رأي خاص إلى عدم التصديق وعدم التوقيع وعدم التصويت على أي معاهدة، على أي معاهدة تؤدي إلى الإخلال بالالتزامات العراقية وتؤدي إلى الإفراط ولو بشبر واحد من الأراضي العراقية. هذا أمر مرفوض رفضا قاطعا وباتا، وهذا العراق ليس ملكا لنا وليس ملكا لأحد، العراق ملك للجميع، والأجيال القادمة سوف تحاسبنا أشد الحساب، والتاريخ سوف يذكر الذين وقعوا والذين باعوا والذين قد تواطؤوا بشكل أو بآخر في التهاون بالحدود العراقية. أرجع وأكرر أقول بأن الكويت دولة صغيرة ولكن لها ثقل سياسي كبير، وبالتالي التعامل مع العراق من هذه الناحية أؤكد على أنه خور عبد الله أدعو إلى تشكيل لجنة تفاوضية جديدة وتكون معيارها مهني وصحيح ومبنية على أسس وتضم مختلف أطياف الشعب العراقي
اليوم قرار المحكمة الاتحادية قد يفسره البعض بأنه يمثل وجهة نظر مكون معين من الشعب العراقي. هذا الحديث الآن جاري، الأخوة الأكراد والأخوة السنة مع احتراماتنا الشديدة لهم الآن يحاولون أن يسوقوا بأن القرار يعني خاص بجهة معينة وليس لهم أي تأثير، وبالتالي قد يكون هناك مضاعفات كبيرة. هذا ما تفضل به بخصوص البصرة. السبب الرئيسي الذي حدث منه هو أحداث 1990 والغزو العراقي للكويت، يعني هذا كان واحد من الأسباب التي أدت إلى هذا الغزو. أدعو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للالتزام بالحدود العراقية وبالسيادة العراقية وعدم التفريط بشكل واحد. الشيخ خاتف، جيل جديد في العراق، الشيخ خاتف، خلي أذهب إلى الدكتور عائد الهلالي. ما تتفضل به أعكس للدكتور الهلالي من عدم التنازع عنه في هذا المجال. نعم دكتور عائد، يعني يتفضل الشيخ ويعني كلام بحرقة فيما يخص البصرة وهو النائب عن البصرة. يعني خلال الاجتماع السيد السوداني أطلع قادة الإطار على نتائج زيارته إلى نيويورك ومشاركته في الاجتماع السنوي الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالتالي هذه المعاهدات الدولية بالجنوب تحدث عنها الشيخ هاتف الساعدي، ولكن ذات الإشكالات حدثت أيضا في شمال العراق مع تركيا، قرار محكمة اتحادية. وبالتالي هل كانت هذه الزيارة هي فرصة يعني وضع النقاط على الحروف وعدم التدخل الدولي بهذا الشأن؟ نعم، أنا طبعا أثني على كلام السيد النائب، ولكن أود أن أتحدث بجانب آخر، جانب اللي كان من المفترض أن يكون هنالك اجتماع ما بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي برعاية أمريكية، لكن هذا الاجتماع لم يكتب له النجاح في نيويورك، وبالتالي ما صار هنالك أي تواصل، إلا ربما التواصل الوحيد الذي حصل هو لقاء دولة رئيس الوزراء مع رئيس الوزراء الكويتي في نيويورك، وقد تباحثوا بكل تأكيد تناول الموضوع. أنا الذي أريد أن أقوله أنه نعم قرار 8/93 رسم الحدود البرية وترك الحدود البحرية إلى الجهات المختصة، وأعتقد أنه في تلك الفترة كان هنالك أحد الأشخاص الهنود لربما هو رئيس الفريق المختص بهذا الموضوع، رفضا قاطعا وقال أنا لا أرسم الحدود البحرية ما بين العراق والكويت. فالقضية متروكة إلى الدولتين، وعلى الدولتين أن تتفهم وضع بعضهما البعض. الكويت عليها نعم من الممكن أن تمتلك، يعني دولة الكويت الشقيق ثقل دبلوماسي كبير جدا، وهذا لا يعني أنه العراق دولة ضعيفة. العراق نحن ندعم بشكل كبير جدا وندفع بشكل كبير جدا أن يكون العراق دولة قوية قادرة على حماية مصالحها وقادرة على حماية أراضيها ومياهها وسمائها، ولن تسمح بأي تدخل سواء كان في الشأن السياسي أو الداخلي أو تجاوز على أي شبر من أراضي العراق. لكن أيضا يجب أن نتحدث بلغة أخرى، ألا وهي أنه العراق لا يجب أن يتعامل مع الكويت وكأن العراق دولة مارقة. لحد الآن هذه الصورة موجودة في ذهنية المجتمع الدولي، لا نريد لهذه الصورة أن تبقى راسخة في ذهنية المجتمع الدولي، نريد أن نزيح هذه الصورة وأن يكون هنالك تفاهم. تفاهم كيف يتم أستاذ أحمد؟ التفاهم يتم من خلال وجود خبرات عراقية بفريق دبلوماسي مفاوض يتمتع بمهنية عالية، يتمتع بقوة تستند إلى معرفته بالاتفاقات والقوانين الدولية وقانون البحار الذي سن في لربما أنه في ثمانينات القرن الماضي ومرر على ما أعتقد بال94 وأصبح نافذ المفعول. يجب أن يكون لدينا معرفة بالمنطقة بالبحر الإقليمي، بالمنطقة الاقتصادية، كيف ممكن أنه نتعامل مع هذه المفردات وما حصة العراق في هذه المنطقة. لا يعقل أن يكون العراق يعني دولة مطلة على الخليج وليس لها منطقة اقتصادية. من غير الممكن أن لا يكون للعراق دور في أعالي البحار، من الممكن أن يدخل العراق في منطقة أعالي البحار يستثمر هذه المناطق، يبحث عن النفط والغاز. يعني هنالك أيضا مشكلة كبيرة في عقل الدرة الغازي، أيضا العراق يجرد من هذا الموضوع. يعني هنالك الاتفاق ما بين الكويت والسعودية وإيران، طيب عندما تلتقي هذه الدول الثلاثة زين مو العراق هو بمنتصف هذه الدول؟ أو ليس أن يكون هنالك مكان للعراق في هذا الحقل؟ وأعتقد أنه الدراسات تقول أو الخبراء المختصين يقولون أنه العراق يجب أن يكون لديه ربع هذا الحقل. فبكل تأكيد العقلانية مطلوبة، المهنية مطلوبة، نريد أن نبعث برسالة جديدة أن الدولة العراقية التي تتهافت عليها دول العالم. سمعنا
يوم أمس أن هنالك رغبة جامحة من قبل بريطانيا، من قبل ألمانيا، من قبل إيطاليا، من قبل فرنسا للمشاركة في مؤتمر بغداد القادم، وهذا يدلل على أن العراق لربما، بل نجزم أن العراق عاد فاعل ولاعب كبير جدا. العراق الذي تحدثنا في بداية الأمر عن أنه قام بأدوار دبلوماسية كبيرة جدا، أنا من وجهة نظر وكمحلل سياسي وتحدث بهذا الموضوع يوم أمس، أنه زيارة السيد محمد الشيع السوداني إلى روسيا وبعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لربما يحمل رسالة من الخارجية الأمريكية إلى روسيا، أو لربما أن روسيا ترغب بأن يدخل العراق كناقل لرسائل التقارب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة، بعد أن فشلت كل الجهات وكل المبادرات التي كانت تأمل بإنهاء هذا الملف. لا ننسى أنه الرئيس السوداني قد التقى زيلينسكي في السعودية العام الماضي، وبكل تأكيد هو وجه دعوة لزيارة أوكرانيا، وهذا يدلل على أنه السيد السوداني لربما أصبح فاعل ولاعب يعني عراقي كبير جدا، من الممكن أنه يحمل هذه الأوراق للتفاوضية لحل حالة الأزمات الدولية. فنحن لا نستخف بالعراق ولا نستهزئ، العراق اليوم قوة اقتصادية هائلة وكبيرة جدا. العراق إذا دخل بقضية مشروع الفاو وطريق التنمية واكتملت هذه المشاريع، لا يا سيدي الكريم، العراق سوف يكتسع المنطقة اقتصاديا، سوف تتهافت كل دول العالم على العراق على اعتبار أنه يشكل الحلقة الرابطة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. فدولتنا وقادتنا إن شاء الله لهم المستقبل الواعد، وهذا ما يجعل العراق أو الشعب العراقي عليه أن يفكر بهدوء لحل حالة الأزمات. مو بالضرورة أنه الذهاب باتجاه الأفعال والأعمال الانفعالية من الممكن أن تأتي بالنتائج. لربما أطلت عليك سيد أحمد، بس أريد أن أذكر قضية واحدة. روسيا في زمن الاتحاد السوفيتي احتلت جزر سخالين اليابانية، واليابان تطالب بجزر سخالين، لكنها إلى اليوم ما صار أكو فعل ورد فعل من قبل اليابان. اليابان في مناهجها الدراسية لأبنائها للفتية للناشئين يقولون شيء واحد، سخالين يابانية. هسه إحنا اليوم إذا صار الموضوع بهذا الشكل ما ممكن، العراق لربما يمرض لكنه لا يموت، على الأخوة الكويتيين أن يفهموا هذا الموضوع. العراق دولة كبيرة جدا، حتى وإن كان هنالك رأي المجتمع الدولي، اليوم كثير من دول العالم لا تحترم قرارات المجتمع الدولي. إسرائيل هذه الدولة أو الكيان الصهيوني لا تحترم قرارات المجتمع الدولي، وهنالك دول أخرى لا تعير أهمية ولا وزن لقرارات المجتمع الدولي إذا كان الموضوع يتعلق بمصالح ومقدساته. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور عائد الهلالي السياسي المستقل، ضيفا كريما في الأستوديو، وشكر موفور لحضرتك الشيخ هاتف الساعدي عضو مجلس النواب العراقي، أثريتما الحوار. المتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع المحاكاة الانتخابية، رسائل الأمان لاستحقاق المحلية ودعوة لمشاركة جماهيرية. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الأستاذ الحسن قبس عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أهلا بك أستاذ الحسن، وكذلك أرحب بالأستاذ حيدر العرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، ضيوفا كرام. أستاذ حيدر، نتحدث عن المحاكاة الثانية اللي جرت بأكثر من 900 مركز انتخابي وبأعداد كبيرة، وبالتالي حضور رئيس الوزراء، حضور شخصيات، ماذا يبعث للناخبين حول هذه الشفافية بالاقتراع والنسب المئوية في المتدنية في الأخطاء والإشكالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي وزميلي، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام، ضيفكم الكريم. أنا أعتقد هي تبعث رسائل عدة، من أهم هذه الرسائل هو الاستعداد
للمفوضية المستقلة للانتخابات، بالتالي هذا الاستعداد وصل حد الجهوزية. إذن الذين يتحدثون عن تأجيل لهذه الانتخابات لربما هذه الرسالة من قبل المفوضية أننا مستعدين، إذن التأجيل سوف يكون في خانة القوى السياسية، ولربما إذ ما كان هنالك تأجيلا سوف يكون تأجيلا سياسيا لا فنيا. هذا جانب. الجانب الآخر هو تطبيق فعلي وواقعي حقيقة لآليات تطبيق قانون الانتخابات، باعتبار نحن نعلم الانتخابات في قانونها الانتخاب الإلكتروني والعدوى الفرز يدوي، وبالتالي الكثير من شكك بنجاح هذه الآلية. هذا التطبيق وهذا المحاكاة أرسل رسالة على أنه هنالك إمكانية نسبة الأخطاء والأغلاط التي حقيقة المتدنية في هذا التطبيق هي أيضا تعطي رسالة على أنه القانون بإمكان تطبيقه واقعيا وفنيا دون أخطاء، وبالتالي أيضا تبعث برسالة إلى المواطن العراقي، رسالة اطمئنان للمواطن وكذلك للقوى السياسية المشاركة بالانتخابات على أنه هذه الانتخابات لن يشوبها التزوير أو شبهة التزوير إذ ما حدثت في هذه القضية، باعتبار آليات القانون وتطبيقها وفق المحاكاة الحالية لم حقيقة نشهد أنه إمكانية خرق هذه القاعدة أو هذه الآلية. وبالتالي أنا أعتقد هذه الممارسة وهذه المحاكاة أعطت هذه الرسائل. إذن المفوضية الحكومة العراقية تحدثت حقيقة بسن قاطع على أن الانتخابات سوف تجري في وقتها المحدد، لن يكون هنالك تأجيل فني في هذه القضية، وبالتالي نحن مستعدون لهذه الانتخابات على المواطن العراقي المشاركة الفاعلة في هذه القضية، باعتبار هذه الانتخابات حق المواطن وصوت المواطن واختيار المواطن سوف يكون مكفولا ومضمونا ومحميا بشكل كبير جدا وفق هذه الآليات التي قدمت من خلال هذه المحاكاة. حياك الله مجددا أستاذ الحسن. يتحدث ضيف أبو الموسوي عن هذه النقاط الإيجابية. بالتالي لما المفوضية أو الحكومة بصورة عامة متجهة ومصرة للوصول إلى 18 من كانون الأول، نجاح مفوضية الانتخابات في البروفة الثانية من اختبار للأجهزة الفنية والآليات المتبعة ماذا يمثل؟ نعم، تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لك كل التحية. نعم، كانت هذه هي المحاكاة الثانية في ظرف أسبوعين، وهي المحاكاة الثانية من أصل 4 عمليات محاكاة وضعتها المفوضية ضمن جدولها الزمني خطة العملياتية. حقيقة في هذه المحاكاة تم تجربة أمرين. أول أمر هو البرمجيات الجديدة التي تم تعديلها مؤخرا، حيث قامت المفوضية بتبسيط هذه البرمجيات لغرض استخدام أسهل وأبسط. النقطة الثانية وهي النقطة المهمة، تم تجربة الوسط الناقل عبر إرسال نتائج الاقتراع عبر الوسط الناقل إلى السيرفرات في المكتب الوطني في المفوضية. حقيقة كانت العملية ناجحة والحمد لله. أيضا كان الشيء المميز في هذه المحاكاة هو الإشراف المباشر من قبل دولة رئيس الوزراء، حيث أشاد بعمل المفوضية وأشاد بعمل الأجهزة وشدد على أن تقوم كل الوزارات الساندة والجهات الساندة بالتعاون مع المفوضية في سبيل إنجاح العملية الانتخابية بشكل عام. طيب أستاذ حيدر، نتحدث عن الحضور الذي رافق عملية المحاكاة الانتخابية، الحضور الفاعل والمؤيد لهذه العملية، وهنالك من يحاول التقليل من كفاءة المفوضية وكفاءة إجراءاتها، بل يشكك حتى في جدوى الانتخابات المحلية وأنها حلقة زائدة وإلى آخره من هذه الاتهامات. الحضور اللي رافق هذه المحاكاة هل يعطي رسائل اهتمام ومدلولات للناخب العراقي تطمنه بأن هنالك اهتمام حكومي وأيضا سياسي لهذا الاستحقاق الانتخابي في المحلية؟ أحسنتم. أنا أعتقد من يعترض على الانتخابات المحلية، ونحن جربنا خلو حقيقة الدولة العراقية من هذه المؤسسة المهمة وباعتراف كثير من القوى السياسية على أنه حل مجالس المحافظات وغيابها عن المشهد
السياسي والخدمي كان خطأ لا يغتفر، وأنا سمعت هذا الكلام من عديد من القوى السياسية وحقيقة زعامات هذه القوى السياسية، فهي مصرة وبشكل كبير جدا على إجراء هذه الانتخابات بموعدها المحدد من أجل حقيقة ردم هذه الهوة وتصحيح الخطأ الذي وقعت به هذه القوى السياسية في الفترة الماضية. الاهتمام الكبير من قبل حقيقة دولة رئيس الوزراء يعطي إشارة على أنه رأس الهرم الموجود بالدولة العراقية مهتم بهذه الانتخابات المحلية، إذن لها الأهمية الكبيرة في مؤسسة الدولة العراقية ومؤسسة الحكومة العراقية وإدارة الدولة بالشكل حقيقة الديمقراطي الصحيح وبالشكل اللامركزي الذي نص عليه الدستور العراقي. وبالتالي أنا أعتقد أيضا هي تعطي رسائل اطمئنان ورسائل تشجيع للشارع العراقي والمواطن العراقي والقوى السياسية للمشاركة. من يشكك حاليا بهذه الانتخابات وجدوا هذه الانتخابات، أنا أعتقد يا أما لديه أجندات خاصة وبالتالي هو يحاول أن يمرر رسالة معينة أو يمرر أسلوب انتخابي من خلال التشكيك وعدم المشاركة من قبل الجماهير، إذ ما تدنت حقيقة نسبة مشاركة الجماهير سوف يكون هنالك حظوظ بعض القوى السياسية باعتبار سوف تدفع بشارعها السياسي للنزول للانتخابات وبالتالي تكون لها الحظوظ، وبالتالي إذ ما كانت هنالك مشاركة كبيرة سوف يكون حظوظها حقيقة قليل في استحقاق الانتخاب أو الحصول على مقاعد كبيرة في هذه الانتخابات، وبالتالي لربما هي تكون جزء من الدعاية الانتخابية التي تمارس من قبل بعض القوى السياسية. هذا جانب. الجانب الثاني لربما هنالك بعض القوى السياسية التي ترغب بالتأجيل، وهنالك العديد من القوى السياسية التي تحدثت بشكل واضح وعلني على أنها راغبة بالتأجيل ولربما تدفع، وكان هنالك حديث أستاذ أحمد على أساس أنه من الضرورة أن يكون هنالك حقيقة انتخابات مبكرة لمجلس النواب العراقي تدمج معه انتخابات مجالس المحافظات. كان هنالك بعض القوى السياسية التي تنادي بهذه الفكرة وتدعو إلى تأجيل هذه الانتخابات، وبالتالي ما هي الأسباب حقيقة الموجبة للتأجيل؟ إذن هم يذهبون يا أما بالتشكيك حقيقة من جدوى هذه الانتخابات ومن أهمية انتخابات مجالس المحافظات، أو يذهبون إلى التشكيك حقيقة بقدرة المفوضية المستقلة للانتخابات بإدارة الانتخابات القادمة، وكثير من الأسباب التي أنت تحدثت بها في مجمل سؤالكم وما قلناه في هذه القضية، وبالتالي هم يحاولون أن يؤجلوا لهذا السبب أو ذاك. لكن وجود حقيقة هكذا شخصيات مهمة مثل دولة رئيس الوزراء بهذه حقيقة الممارسات هي رسالة اطمئنان للشارع، وهي دعوة للمشاركة الفاعلة من أجل التغيير، باعتبار المشاركة الفاعلة من قبل الجمهور العراقي هي الرسالة وهي الأداة الحقيقية التي تغير الواقع وتغير من الأجندة السياسية، وبالتالي نرسل أو نأتي بوجوه أو بشخصيات ملائمة لهذه المواقع، وبالتالي نحارب الفساد الإداري المالي كثير من المؤسسات، باعتبار نحن نعلم أنه مؤسسة مجلس المحافظة هي مؤسسة رقابية متابعة لديها جزء من السلطة التشريعية المحدودة داخل حقيقة هذه المحافظات، وبالتالي هي ماكينة وآلية كبيرة جدا حقيقة للمؤسسة العراقية، وبالتالي حقيقة عندما جربنا عدم وجودها استشعرنا أهمية وجود أعضاء أو مجالس المحافظات. طيب هنا نتحدث أستاذ الحسن، يعني وحضرتك من الفريق الإعلامي المفوضية وتعرف أنه يعني في الكثير من الأحيان تكون هنالك حملة علاقات عامة أو حملة إعلامية، من ضمن هذه الحملة صحيح حضرتك تتحدث عن جدول عملياتي ومحاكاة 4 مرات وغيرها، هذا الشيء مقونا، ولكن ماذا عن وجهة النظر الإعلامية؟ هذه الحملات أو هذه المحاكات المتعددة هل أيضا من واجبها ومن مهامها أنها تعطي تطمين للمواطن، حث على استلام بطاقة البيومترية بعد أن حدثه لربما هو عازف عن الانتخابات لحد هذه اللحظة؟ نعم أستاذ، في الحقيقة أن كل عمليات المحاكاة هي مثل ما تعرف حضرتك هي تجربة لغرض الوقوف على السلبيات والإيجابيات الخاصة بعمل الأجهزة والبرمجيات بالإضافة إلى الموظفين أنفسهم.
وبعد هذه التجارب فأكيد المفوضية ستقف على السلبيات لغرض معالجتها والسلبيات لغرض تعزيزها. أما فيما يخص الإجراءات الخاصة بالمفوضية فإننا قطعنا شوطا كبيرا في الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، ومثل ما تعرف حضرتك وفقا للقانون الخاص بانتخابات مجالس المحافظات فإن المفوضية قد اتخذت عدد من الإجراءات الخاصة بيوم الاقتراع وحماية العملية الانتخابية من خلال بعض إجراءات الحد من التزوير، منها مثل ما تعرف حضرتك أن سيكون العدوى الفرز الكتروني ويدوي في جميع المحطات، أيضا سيكون استخدام البطاقة البيومترية حصرا في الانتخابات، بالإضافة إلى هذا كله سيتم نصب كاميرات في محطات الاقتراع بواقع كاميرتين في نفس محطة الاقتراع، بالإضافة إلى 4 كاميرات في محيط المركز لمراقبة الساحة الداخلية، وسيكون هناك إجراءات مشددة في الدخول، وسيكون أيضا هناك العامل البشري لمراقبة العملية الانتخابية من خلال اعتماد وتسجيل فرق المراقبة المحلية ووكلاء الأحزاب فضلا عن الإعلام الدولي والمحلي. نعم. طيب نتحدث أستاذ حيدر عن هذه المحاكاة الانتخابية، يعني نقدر نقول بأن جميع النتائج الحالية متوجهة لدعم الانتخابات في موعدها المحدد، لا يلوح هنالك تأجيل في الأفق كما يروج البعض، ما يوجه إلى المفوضية من انتهاء مدتها وغيرها من هذه الإرهاصات التي تثار حتى من المتخصصين في الشأن السياسي، وبالتالي المواطن يكون على ريبة من أمره. ما فاعلية هذه المحاكاة؟ شوف أستاذ أحمد، أولا قضية نهاية فترة المفوضية هنالك مجلس نواب فاعل وموجود باستطاعته أن يعطوا تمديدا معين لتغطية الفترة في هذه القضية، باعتبار التشريع الموجود للقانون هو ليس تشريعا دستوريا وإنما هو تشريعا قانونيا، وبالتالي بإمكان التعديل على هذا التشريع وإعطاء إضافة مدة معينة للعمل المفوضي وبالتالي يكون آداءها قانونيا في هذه القضية، هذا جانب. وبالتالي سوف نسكت كثير من الذين يدعون على أن المفوضية غير مؤهلة لإجراء هذه الانتخابات بسبب نهاية الفترة الخاصة لهذه المفوضية ودورة هذه المفوضية، هذا جانب. الجانب الآخر أعتقد أن الحكومة واهتمامها في هذه القضية وهذه التجارب أو هذه المحاكاة الإلكترونية التي تجري، وضيفكم تحدث عن 4 محاكات في هذه القضية، إذن هي يعني تعطي رسالة على استعداد الحكومة ورغبة الحكومة العراقية بإجراء هذه الانتخابات. وبالتالي أيضا هنالك بعض القوى السياسية الأخرى والكبيرة المؤيدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبالتالي من يطبل لتأجيل هذه الانتخابات جميع الأدوات أو جميع الحقيقة التبريرات التي تقدم من أجل التأجيل، المحاكاة، حديث الحكومة العراقية، دعم بعض القوى السياسية الكبيرة لضرورة إقامة وإجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، لربما هي من سوف يبرر الأسباب التي تطرح من قبل الفريق الآخر لتأجيل هذه الانتخابات. إذن أنا أعتقد حسب قراءتي للواقع السياسي وكذلك الواقع الانتخابي لهذه القضية أن هذه الانتخابات أولا من الضروري أن تجري في هذا الوقت، أن لا تؤجل، باعتبار تأجيل الانتخابات لربما سوف يضر بالواقع الخدمي للمواطن العراقي. نحن سلمنا واعترفنا واعترفت القوى السياسية بضرورة وجود حقيقة مجالس المحافظات لدورها المهم كمؤسسة مهمة للمراقبة والمتابعة والتشريع، وبالتالي كلما تأخر كان هنالك فراغا دستوريا. عندما نتحدث أستاذ أحمد عن قضية الفراغ الدستوري هو أن هنالك مادة في الدستور العراقي واجبة التطبيق لا يوجد لها تطبيقا وتحديدا في القضايا الإدارية والتشريعية موجودا على أرض الواقع، وبالتالي مؤسسة مجلس المحافظة التي غابت هذه الفترة من نهاية عام 19 ولحد هذه اللحظة أنا أعتقد كانت خلال هذه الفترة بأجمع هو فراغا دستوريا، باعتبار كان هنالك عمل من قبل كثير من المحافظين دون رقابة مشددة، باعتبار نعم أعطي المجال لأعضاء مجلس النواب العراقي للمراقبة، لكن ماذا يفعل عضو مجلس النواب؟ يراقب الحكومة المركزية أم يراقب الحكومات المحلية في هذه القضية؟ طيب في سؤال أخير حضرتك أستاذ الحسن، يعني تحدث عن
الأخطاء التي حصلت أثناء هذه المحاكاة، كم نسبتها وكيف سيتم معالجتها في دقيقة لو سمحت؟ نعم، مثل ما تعرف حضرتك، هي المحاكاة هي تجربة للوقوف على هذه الأخطاء ومعالجتها بالوقت المناسب. حقيقة نسبة الخطأ التي حدثت في هذه المحاكاة هي شبه يعني معدومة، وذلك لأن الاستعدادات كانت على قدم وساق، وكانت المفوضية مستعدة لهذا الموضوع، وأيضا تمت المحاكاة بوجود الشركة الفاحصة والشركة المصنعة للأجهزة، وكان الإشراف مباشر أيضا من قبل كوادر المفوضية. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الحسن قبس، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، ضيفا كريم في الأستوديو، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ حيدر عرب الموسوي، رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.